بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راك محبباتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم البنات راح ندير هذيك اللي وسادة حاملة لي زيبانكل او حاملة هذيك الدبابيس تاع القماش وحاملة هذا لي زيبانكل. انا ما عنديش، حبيت نخدمها ونشاركها معاكم. واش نسحقوا؟ عندي لهنايا سيدي قديم، وعندي هنا قماش مطاطي، وعندي لاوات باش نحشي مخدة تاعي الصغيرة، وعندي هنا الاستخاص كيما حبيتو، عندي ثاني إبرة، ونحتاج مقص. والبنات هذا القطعة هذه فيها 14 سنتيم، 14 سنتيم منا و 14 سنتيم منا، وهذه فيها 20 سنتيم في كل الاتجاهات، يعني كامل 20 سنتيم. خذك شترتها دائرة. واش نديرو البنات؟ نجيبو هذا القطعة، هذا القطعة هذه رايحين نخيطوها. نجيو على الحاشية منا، هذه الحاشية تاعها، وندخلو ونخرجو هكذا. انا ثنيت هاد زوج قطع على خاطرش هذا القماش رقيق وريحة تبان لنا هذيك السيدية. راح نكملها كامل سيد داير ونعود نرجع لكم كامل. نعود ندير في هذيك السيدية الداخل، ونحكم الخيط ونزير. كي نجبد الخيط راهو راح يتجمل لي كامل هذاك القماش. راح نديره في الوسط هذاك القماش هذاك. انا رايحه نزيرها مليح ونربطها، ودوك نولي لكم. نحكمو غير كيما هاك ونزيرو مليح باش يتلايم كامل هذاك القماش هذاك. كنا نعقدها وهانا كملنا كما راكم تشوفوا. ها دوك نجي القطعه هذه الصغيره رايحه نديرها نفس هذيك، نحكم نخيطها منا على الحاشيه كامل ونعاود نرجع لكم. وبعد اللي خيطتها دوك رايحه نحشيها لواط هذيك الوساده تاعنا الصغيره. انا رايحه نعمرها ونلمها كيما هكذا، راح نزيدها شويه تاع لاواط ونزيرها ونعاود نرجع. وبعد اللي خيطناها كيفاش تحصلنا على هذه الوساده الصغيره، هذه اللي راح نديروا فيها لي زيبانكل. نحطوا هذا القماش هذا الدائره على هذه الدائره. واش راح نديروا؟ راح نرفدوا منا شويه